والآن يا صغاري سنستكمل تدريبات زيارة العقبة، هيا بنا. سؤال الثامن، اختار من حروف كلمة مرجان لأكون كلمات جديدة حسب المطلوب. نراه في السماء ليلا، ما هو الشيء الذي نراه في السماء ليلا ونستطيع تكوينه من كلمة مرجان؟ أحسنتم، نجم. عكس استيقظ، نام. منطقة سياحية في الأردن، رم. عكس حلم، مر. ننتقل للسؤال التاسع، املأ الفراغ على نمط المثال. هذا القارب، هذه الباخرة، هذا وهذا يا ثاني يسمى اسم إشارة، اسم إشارة. هذا اسم إشارة للمذكر وهذه اسم إشارة للمؤنث، سنتحدث عنها بإذن الله غدا. هذا الولد، هذا البحر، هذا الشاطئ، هذه البنت، هذه المياه، هذه الشجرة. السؤال العاشر، املأ الفراغ على نمط المثال. شاطئ، شواطئ. هذا النوع من الجمع يسمى يا تاني جمع تكسير، سنتحدث عنه لاحقا. قارب، قوارب. راتب، رواتب. ما مفرد سواحل؟ أحسنتم، ساحل. ما مفرد خواتم؟ خاتم. ننتقل إلى تدريبات. أكتب السؤال الأول، أقرأ الجملة منتبها إلى التنوين ثم أكتبها. شاهد هاشم برنامجا عن جزيرة جميلة. سنعيد كتابة الجملة كما هو موضح. هاشم تنوين ضم، برنامجا تنوين فتح، جزيرة وجميلة تنوين كسر. استخرج من الدرس ما يأتي وأكتبه في الفراغ. هنا سننتقل إلى درسنا زيارة العقبة ونستخرج منه كلمات. كلمة تنتهي بتاء مربوطة، العقبة. كلمة تنتهي بتاء مربوطة منفصلة، أسرة. كلمة تنتهي بتاء مفتوحة، سافرت. كلمة تنتهي بهاء، هذه. كلمة تنتهي بآ، إلى. كلمة تنتهي بإي، خافي. والآن أكتب بخط جميل كما تعودنا يا ثاني. الكتابة بخط جميل كما هو موضح في الدرس وبالحركات وعلى السطر.